مساء الخير واهلا بيكم من لايف جديد من لايف في الجول اليومي اللي بنناقش فيه اخر الاخبار ونشوف نتائج الماتشات اللي حصلت وايه ابرز اللي حصل فيها. النهارده طالعين معكم متاخر شويه معلش يعني عشان التوقيت اللي اتغير في اوروبا والماتشات دلوقتي في دوري الابطال بدل ما كانت بتتلعب 9 بقت بتتلعب 10 فالنهارده الماتشات خلصت 12 وكان فيه الحقيقه ماتشات كتيره مثيره وحلوه جدا جدا. الاول انا معاكم رامي جمال ومعاكم اسلام احمد. ازيك اسلام؟ اهلا رامي واهلا بالناس اللي بتتفرج علينا في اللايف. حلو هنستنى كل كومنتاتكم على اللايف على في الجول على الفيسبوك وتسالونا ابرز الحاجات وتوقعاتكم لماتشات بكره كمان. خلينا نبدا نتكلم سريعا جدا عن الماتشات اللي حصلت النهارده وناخد اللي حصل مجموعه مجموعه من المجموعه الخامسه للمجموعه الثامنه. اسلام نبدا بقى بالمجموعه الخامسه وليفربول وجنك ونابولي وسالزبورغ. يعني النهارده ليفربول كسب 2-1 بصعوبه رغم ان هو كان مسيطر كان ممكن يكسب اكتر. انا شفت الماتش نابولي متهيألي فرط فرصه انه ينفرد بالصداره. انت ايه رايك في نابولي مع انشيلوتي يعني بشكل عام بعيدا عن الماتش كموسم؟ بعيدا عن الماتش عموما يعني هو نابولي عنده المشكله في السنين الاخيره ان هو مش قادر يحدد ايه هدفه. هل انا هنافس على لقب الدوري او هل انا هنافس على لقب البطولات الاوروبيه او هوصل لما الدوري الاوروبي مشوار. لما كان بيوصل بيلاقي نفسه ان هو لا مش انا مش محتاج الدوري الاوروبي انا كان هدفي دوري الابطال فكان بينافس دايما في دوري الابطال. لكن دلوقتي مع انشيلوتي هو انشيلوتي مدرب مش المدرب صاحب النفس الطويل في مسابقه الدوري فهو وهو عارف كده كويس فمش عنده الفكره ان هو لا انا هنافس وهلعب على انافس مع انتر ومع يوفنتوس على لقب الدوري السنه دي. لا بالعكس انا هيوجه اهتمامه اكتر لدوري الابطال. هو راجل كل الناس عارفه ان هو معاه 3 دوري ابطال اوروبا 2 مع ميلان وواحد مع ريال مدريد فبالتالي هو توجه اداره نابولي في الوقت الحالي لدوري ابطال اوروبا والناحيه الثانيه الدوري الايطالي موجود بس ممكن نقول مثلا لما يحسم تاهله دور 16 خلاص انا هيبقى تركيزي كله على الدوري الايطالي لغايه فتره شهر 2 عوده دور 16 مره ثانيه. مشكله نابولي ايه؟ مشكله نابولي ان هو في الوقت الحالي فعلا مش قادر يحدد وهناك مشاكل ما بين اللعيبه ابرزهم انسيني مع انشيلوتي. انشيلوتي دايما بواخد نظام المدوره على عكس مع ساري كانت هي نفس الاسماء اللي بنشوفها كل ماتش تماما ما بتتغيرش. دلوقتي انت بتشوف اسماء كل يوم بنشوف خطه جديده وتشكيل جديد لنابولي وبنشوف اسماء ما موجوده. الفريق بقى فيه اقوى اكتر بقى فيه عناصر كتير بقى فيه عناصر افضل كمان من اللي كانت موجوده قبل كده. ان هو نابولي ما بيتغيرش ما فيش ما حسناش بتحسن. النهارده هو فرط في فوز سهل يعني انت قدرت تكسب سالزبورج فريق رخم على ارضه بمعنى الكلمه وكسبته 3-2. انت النهارده في سان باولو على ارضك مش قادر تكسب فهنا دي مشكله انشيلوتي. هو الفريق مش قادر يجد التوازن المطلوب اللي هو عايزه في سواء في الدوري او في دوري ابطال اوروبا. على الناحيه الثانيه سالزبورج هو عارف ان هو يخرج بنقطه على الاقل تحيي اماله ان لو كان خسر كان فعليا خرج تحيي اماله وعلى الاقل هو كده ضامن بشكل كبير الدوري الاوروبي. جينك بره تماما. اللي النهارده في ماتش ليفربول يعني انا شفت ماتش ليفربول كان انت كنت مركز في حاجه ثانيه بس في ماتش ليفربول لعب بالمتاح تحس ان يورجن كلوب لا تركيزه تماما في ماتش مانشستر سيتي. فيرمينو ما بداش ماني نزل في اواخر الشوط الثاني صلاح هو بس اللي كان موجود واوريجي بدا وتحس ان هو كان مركز اكتر فعلا حتى جيمس ميلنر لعب باك شمال عشان روبرتسون. فيعني ليفربول بيركز في ماتش مانشستر سيتي واضح جدا ماتش الدوري بالنسبه له صح ولا ايه؟ انا يمكن بالنسبه لي حته ماتش ليفربول وجينك هو وجينك فعلا هو ليفربول بالتشكيل اللي نازل هو مركز على ماتش مانشستر سيتي زي ما انت قلت في الاول. انا بس اللي عندي التعقيب اللي هو ليه صلاح لعب بما ان هو كان مصاب او على الاقل بيعاني من اصابه في نفس الكاحل اللي اتعرض ليه الاصابه في ماتش ليستر سيتي ولعب 90 دقيقه فهل هو مثلا يعني يورجن كلوب بيقول ان لا صلاح جاهز وما عندوش اي مشكله في بدنيه او مثلا اتعافى من اصابته بشكل كامل؟ دي ممكن تكون رساله مثلا لكل الفرق وبنقول ان صلاح خلاص في كامل جاهزيته في الوقت الحالي. برضه ممكن نشوف ان هو عارف ان الثلاثي الهجومي في الفتره الاخرانيه لليفربول احنا مش فيرمينو وماني وصلاح مش في كل ماتش هم اللي بيسجلوا. احنا بنشوف دلوقتي خط وسط ليفربول كمان بقى ليه عامل قوي ومهم في المباريات الاخيره. يمكن لسه شايف احصائيه قبل ما نبدا 9 اهداف اخر 9 مباريات 10 اهداف للاعبي وسط ليفربول 4 منهم لتشامبرلين فده رقم كويس جدا. بنشوف فيه ان لعيبه ليفربول بتقدر تسجل بتقدر في بقى في حلول جديده عكس تواجد الثلاثه اللي موجودين في الخط الامامي خصوصا ان هم كل واحد فيهم يسجل. مثلا النهارده صلاح بيتألق بكره فيرمينو بيتألق مع يوم تاني ماني بيتألق يعني ما تلاقيهمش مش زي السنين اللي فاتت كل واحد بيتألق في الثلاثه بيتألقوا مع بعض في نفس المباراه. طب خلينا معلش اقطعك عشان نمشي بسرعه جدا في ماتش برشلونه وسلافيا براغ لتاني مره على التوالي سلافيا براغ بيعمل ماتش حلو جدا قدام برشلونه بيحرق برشلونه. احنا تقريبا اتكلمنا عن مشكلته برضه انا وانت من اسبوعين تقريبا في نفس الحلقه
قلنا برشلونه مش عارف هو عايز ايه. يعني السكواد حلو جدا، عنده لعيبه كويسه جدا، ايه مشكله برشلونه النهارده؟ بيروحوا بيضيع فرص، ومع ذلك كنت تحس ان فرص، وبرغم ان هو كان مسيطر على المباراه، سلافيا براك كنت تحس ممكن من فرصه هيخلص الماتش. يعني لو عندهم خبره زياده هيخلص ماتش في كامب نو، يعني تلعب ماتش على برشلونه حلو جدا. بص انا معاك في الحته ديت، يعني هو سلافيا براج عارفين ان اللعيبه عارفه ازاي تلعب مرتدات ومستغله الاخطاء والثغرات اللي كانت موجوده في خط وسط برشلونه وفي ما بين الطرفين الدفاعيين. مشكله برشلونه في الوقت الحالي او في الفتره الاخيره ان الفريق تقريبا بدا يفقد هويته بشكل تام، ومبقاش احنا عارفين اصلا برشلونه اللي احنا كنا بنتفرج عليه قبل كده. فالفيردي الناس كتير بتلوم عليه، لكن ارسن فينجر كان قال تصريح وقت تحليل المباراه، قال ان مين اللي بيتحكم في الادارات او مين اللي بيتحكم في برشلونه وريال مدريد على جلب الصفقات، هل المدير الفني ولا هل الاداره؟ هنا النقطه او الكلمه المهمه اللي قالها فينجر، هل مثلا اداره برشلونه كانت هي اللي جابت جريزمان مكان نيمار برضا فالفيردي؟ انا ما اعتقدش ان فالفيردي، لو كانوا ما سالوش اصلا فالفيردي احنا مش هنعرف نجيب نيمار، لا احنا هنجيب جريزمان. هل مثلا اداره ريال مدريد لما رونالدو مشي جابوا لاعب مكان رونالدو، او جابوا واحد بنفس قيمه رونالدو او بنفس المعدل التهديف اللي رونالدو هيعمله؟ لا، هم برضو راحوا يجيبوا اسماء كبيره وفكره الجلاكتيكوس، بس في نفس الوقت انت ده ما قدمكش اي حاجه. تيجي تبص في النهايه ان برشلونه سجل 4 اهداف في دوري الابطال في 4 مباريات، ريال مدريد سجل 3 اهداف في 3 مباريات. فمش هو ده برشلونه وريال مدريد اللي احنا نعرفهم، مش هو ده برشلونه. يعني بما ان احنا بنتكلم على برشلونه النهارده والماتش اللي انتهى بنتيجه سلبيه واول مره يخرجوا بنتيجه 0-0 من فبراير 2018، فانت بتتكلم ان برشلونه لا، مش يعني مش ده الفريق اللي انت مستنيه. جريزمان لسه ما انسجمش مع الفريق بشكل تام. يعني يمكن انت لو انت شايف برضو، هل انت شايف فعلا ان مثلا واحد زي غياب سواريز ومع تواجد جريزمان وعدم انسجامه مع ميسي بشكل كده تام، كل ده عوامل بتاثر على برشلونه في الشكل الهجومي؟ يعني انسو فاتي مثلا نزل حاول شويه، بس كلها انا حاسس ان كل حاجه في برشلونه في الهجوم مهارات فرديه اكتر، مش مفيش جمله متفق عليها، مفيش جمله بيتدربوا عليها. مع بص يعني برغم ان الكلام ان ثقه في فالفيردي من اللعيبه ومن الاداره، حاسس ان اللعيبه نفسها فقدت الثقه في فالفيردي. مش في حاجه غلط، تصريحات ديونج مثلا اللي هو لسه جاي جديد على الفرقه، كل مره عارف بيدي حته في التصريح اللي هو لازم نلعب احسن من كده، لازم في حاجه غلط في برشلونه. انا شايف ان بصراحه، يعني انا مش من الناس اللي دايما بتحب تلقي اللوم على المدرب يعني، بس لا انا شايف المره دي برشلونه عنده لعيبه كويسه، في مشكله كبيره في المدرب. يعني هو مش عارف هو عايز ايه فعلا، او مش عارف هو ماسك فرقه مين غالبا. يعني خلينا نطلع منه الماتش برشلونه ونروح للماتش اللي كان حلو جدا النهارده، انتر ميلان بروسيا دورتموند. انتر كان كسبان 2-0 وفجاه دورتموند عاد من العدم ليكسب عشان يكسب 3-2 ويبقى منافس قوي جدا على الصعود، وانتر بيكرر اللي عمله الموسم اللي فات، برده كان كسبان ومتصدر وهوب جه توتنهام من لا شيء من نقطه واحده عداه ودخل دور 16 ومنه طبعا وصل للنهائي. انتر خسر ليه؟ انتر لتاني مره بيبقى تاني ماتش بره ارضه قدام برشلونه قدام دورتموند، الاثنين بيبقى متقدم في النتيجه والاثنين بيخسرهم. بص هي دي مشكله انتر مع وكونتي ذات نفسهم، يعني هما الاثنين، مش مشكله اللعيبه، مش مشكله المدير الفني لوحده، هي المشكله مجتمع ان الاثنين ما عندهمش خبره في دوري الابطال. كونتي مش المدرب اللي بيعرف يلعب مباريات دوري الابطال بنفس زي ما بيعرف يلعب مباريات الدوري، وهو ده ظهر مع يوفنتوس في ال3 سنين اللي شارك فيهم، وظهر ده مع تشيلسي في مشاركته الاوروبيه الوحيده مع انطونيو كونتي. فريق ما وصلش لابعد مرحله في دوري الابطال، بالعكس هو كان بيوصل مثلا بيتخطى دور ال16 او يوصل دور ال16 او بيروح للدوري الاوروبي زي ما عمل مع يوفنتوس في اخر موسم ليه وخرج من دور ال4. الفكره في انتر برضو ان لعيبه انتر ما عندهاش الخبره في دوري ابطال اوروبا، وبالتالي هو بيكرر نفس اللي عمله السنه اللي فاتت. انت زي ما انت قلت، انت توتنهام كان عنده نقطه واحده قدر يرجع في اخر جوله واستفاد من ان هو كان نتيجه المباراتين في صالح المواجهات المباشره وصعب. النهارده كان انتر يستحق ان هو يفوز على دورتموند في الشوط الاولاني، الفريق لعب مباراه ضخمه جدا ومباراه قويه جدا وضغط وعمل، حتى يعني اللي شاف الجون الاولاني حرفيا انت ممكن تقول ان انت بتتفرج على برشلونه. 7 تمريرات بدايه من هاندانوفيتش انتهت بعرضيه من كان من كاندريفا لفيتشينو وانتهت بهدف. هو انتر عمل كل حاجه في الشوط الاول، تيجي بشوط الثاني ولا اكنك بتتفرج على نفس الفريق اللي لعب الشوط الاولاني، اكننا جبنا 11 واحد ثاني. ايه التحول الرهيب ده؟ يعني انا افهم مثلا الخبره، ممكن زي ما المدربين دايما حتى بره في تصريحاتهم يقول لك اللحظات الحاسمه الدقيقه الاخيره مش فيه، بس ان شوط اول 45 دقيقه بقى متحيز ومسيطر ومستحوذ وكل حاجه، الشوط الثاني نقله ثانيه تماما. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل دي بقى ترجع لانطونيو كونتي. هو عارف ان المجهود اللي الفريق بيعمله في الشوط الاولاني ده مجهود بدني ضخم جدا على اللعيبه مع توالي المباريات وضغطها،
فبالتالي هو بيخلي بيختزل مجهود ال 90 دقيقه في 45 دقيقه، فبالتالي بيجي الشوط الثاني بينهار. فطبيعي انت قدام ضغط متكامل من برشلونه مثلا في 45 دقيقه في كامب نو لازم هتخسر، قدام ضغط جامد في قدام في سيجنال دونا بارك قدام بروسيا دورتموند انت لازم هتخسر. الفكره ان انت الفريق ما عندوش الشخصيه ان هو لما يدخل فيه جول يفضل واقف على رجليه، لا ده بيدخل فيه الثاني برضو عنده مشاكل، يدخل فيه الثالث لا ده عنده مشاكل وكان ممكن كمان يستقبل الهدف الرابع. فهي الفكره ان هي عايزين من انتر ان هو يكون فريق لا منافس اقوى في دوري ابطال اوروبا، لان هو بيمثل الانديه الايطاليه وفريق عنده تاريخ. يعني مش مثلا مش هقدر اقول نابولي عنده تاريخ في دوري ابطال اوروبا، لا مش هنقدر نقول اتلانتا ده اول مره بيشارك، لا لا هو انتر ويوفنتوس هم يعتبر اقوى فرقتين كاسما في دوري الابطال. فبالتالي لا هو انتر عنده المشكله الفنيه والعقليه ان هو في الشوط الثاني اقدر احافظ على تقدمه. حتى ده ظهر في ماتش سلافيا براغ، يعني انت الماتش انت قبل ما نبدا اللايف كان معايا ان هم تعدوا 1-1 على ارضهم، فعلا سلافيا براغ عرف يظهر مساوئ انتر، وهو ده نفس اللي عمله برده النهارده مع برشلونه. الفريق بيعرف يلعب على المرتدات، بيضغط عليه ضغط متقدم شويه وبيستغل اخطاء، وهو ده الفريق سلافيا براغ عمله. يعني احرج برشلونه وانتر، احرج انتر وممكن يحرج بروسيا دورتموند. يعني دلوقتي اتكلم ان الجوله او المجموعه ديت بالذات متشابكه، خصوصا ان كلهم هيقابلوا بعض في الجوله في الجوله الاخيره الجايه واللي بعدها. سواء انتر يعني احنا بنتكلم برشلونه 8 نقط، دورتموند 7، انتر 4، سلافيا براغ 2. سلافيا براغ نفسه يعني ممكن يبقى طبعا هي صعبه، بس قصدي كل الثلاثه عندهم امل ان هم يتاهلوا تماما. لا وكمان انت بتتكلم ان برشلونه مع دورتموند في الجوله الجايه في كامب نو المباراه تحسم التاهل بشكل بنسبه 100% لاي فريق بالظبط. والناحيه الثانيه بعد كده برشلونه لو حصل نتيجه سلبيه رايح جوزيبي ميادزا الانتر لانتر، فطبعا هتكون مباراه اكتر نهائيه تعتبر للفرقتين ده لو انتر قدر يكسب سلافيا براغ اصلا في تشيك. طيب نروح ننط مجموعه بس ونتكلم برضو عن واحد من اهم الماتشات النهارده واللي كان فيه جدل واثاره وكل حاجه، تشيلسي قدام اياكس في ستانفورد بريدج من 4-1 لاياكس اللي كان مفاجاه كبيره. بيرجع تشيلسي 4-4 و5-4 والجون بتاع اسبيليكويتا بيتلغي عشان هاندبول. فشفت الماتش ازاي بقى الجنون اللي حصل؟ اياكس انت شايف انه اياكس بيكمل من السنه اللي فاتت للسنه دي برغم اللعيبه اللي مشيت زي ديونك ودي ليخت؟ بص هو اياكس بيكمل ودي ميزه كويسه ان الفريق ما تعبش او ما استفاد من اللي راح له، وجاب لعيبه تقدر تكمل على اشبيليا وجاب لعيبه الفريق. لكن الفكره الاكبر في تشيلسي، تشيلسي المره اللي فاتت او في الذهاب كسب 1-0 في الدقيقه الاخيره تقريبا من باتشواي، اياكس قدر ان هو يفوز. النهارده انت بتتكلم ان تشيلسي كان خسران 4-1 وقدر ان هو يستغل طرد او 4-2 استغل طرد الثنائي دفاع اياكس وقدر ان هو يكسب يتعادل 4-4 وكان قريب ان هو كمان يكسب المباراه. انا بقى عايز اسالك سؤال، يعني هل ديت خبره لامبرد في حته ان هو يقدر يوجه اللعيبه سواء بالتغييرات او سواء بان هو يستغل نقص العدد اللي عند اياكس عشان يقدر يكسب او على الاقل يتعادل ويرجع في النتيجه خصوصا قدام على ملعبه، ولا هو ده فعلا يعني حاجه خارجه عن اراده اياكس اللي هو طرد الاثنين فدي كانت زي هديه لتشيلسي؟ هو كان هديه، يعني انت لو بصينا على الترتيب اللي حصل الدقيقه 63 كان اسبليكويتا بيجيب الجون الثاني والدقيقه 68 بلند اتطرد، بعدها بنص دقيقه فيلتمان اتطرد، فجاه في الدقيقه 71 جورجينيو. انت يعني حتى بص من 63 ل 71 اي لعيب مش هيلحق يلم نفسه، وعلى ما اللعيبه حتى اللي لسه مدرب اياكس هينزلهم مش هيلحقوا يخشوا في جو المباراه، فالموضوع كان صعب جدا. يعني اعتقد انه لولا ان يعني 71 الثالث 74 الرابع بعدين جول اسبليكويتا اللي اتلغى متهيألي كان ممكن ضغطه كمان زياده من تشيلسي اكتر من كده، عشان كان يجيبوا منين بس لو ضغطوا اكتر يعني كان ممكن يجيبوا خامس متهيألي وسادس كمان يعني. بس لعيبه اكس بالعكس بعد عارف التعادل بعد ما خدوا خلاص الصدمه اللي حصل يعني بدأوا بيهاجموا، يعني لقوا كيبا شال كورة وتادت شراح وعمل كورة من جنب اليمين كده لمنطقة الجزاء، لو كان حد جاي من ورا كان الموضوع انتهى يعني. فأياكس لعب جيم حلو جدا جدا بالنسبة لي كان يستحق الفوز، ولكن الجدل التحكيمي بتاع طرد بلند بعدين دي لمسة يد لا ده هو خدها الاعتراض ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل، ادى ادفانتج الاول على بلند فهم حتى اتطردوا انذارين، فهي دي للأسف اللي حصل يعني. لكن ماتش كان حلو جدا، واحد من احلى الماتشات اللي انا شفتها من فتره كبيره يعني. تشيلسي واكس والاثنين عايزين يهاجموا والاثنين عايزين يجيبوا جوان، ولاعيبه انا بصراحه من تشيلسي من الدوري الانجليزي متابعتي ليه بشكل مستمر، تشيلسي بيتطور كل شويه، طبعا عندهم مشاكل لسه بس هما ومع لامبرد تحس ان الاثنين ماشيين مع بعض، الفرقه شباب لامبرد الناحيه الثانيه والاثنين عمالين يتطوروا مع بعض ماشيين في سكه كويسه يعني. في الدوري الانجليزي دلوقتي اعتقد رابع كويسين جدا يعني، تجاوزوا صدمه ليفربول في السوبر الاوروبي، تجاوزوا صدمه رباعيه مانشستر، الفريق بيخسر من مانشستر يونايتد في البريدج
من في الكاس وبعدين مع ذلك بيرجع يكسب عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. فتشيلسي ماشي بنسق تصاعدي كويس جدا جدا يعني. تاني لو تأهل دور 16 ولعب خصم مش قوي فممكن نشوف تشيلسي في ربع النهائي عادي بسهولة يعني. خلينا نتكلم بقى عن ماتشات بكرة سريعا. وبكرة يعني توقعاتك كده لبكرة، سان جيرمان هيلعب كلوب بروج، وريال مدريد هيلعب جالاتا سراي، وريال مدريد اللي بيعاني واربع نقط من ثلاث ماتشات، انت شايف ان بكره ما هيعدي جالاتا سراي في برنابيو زي ما عداه عادي في تركيا؟ بص جالاتا سراي يعني رغم الصفقات اللي عملها بس هو مش فريق مخيف، فاحنا ممكن نقول ان ريال مدريد بس لو قدر ان هو يعني يتخلص من المشاكل اللي بتحصل للفريق في الفتره الاخرانيه وتذبذب المستوى ممكن نقدر ان ريال مدريد هيفوز. وباريس سان جيرمان كلوب بروج متهيألي الترشيح من ده سان جيرمان. سان جيرمان 9 نقط فخلاص بكره ياخد التاهل رسمي. بارن اولمبياكوس بعد نيكو كوفيتش ما مشي، انت شايف بكره ماتش في اليانز ارينا ازاي؟ بايرن عنده 9 نقط من 3 ماتشات. بص هي فرصه بايرن ميونخ عموما يعني حتى اللعيبه بنفسها هي اللي تثبت ان لا احنا كانت المشكله مع كوفيتش واحنا عايزين نعمل حاجه للفريق واحنا عندنا الامكانيات اللي تقدر على ده. لكن هي مشكله بايرن ميونخ فعلا ان هو ما عندوش الاسماء اللي تقدر تخلي الفريق ينافس على اكتر من جبهه. يعني السنه اللي فاتت خرج لعيبه كبرت في السن مثلا، لعيبه كبرت في السن ولعيبه ما عندهاش خبرات في الصفقات اللي بيجيها الفريق، خصوصا كمان بروسيا دورتموند بدا بقى بينافس بايرن في الصفقات. يعني دلوقتي بتشوف دورتموند بيلم احسن لعيبه في الدوري الالماني، ده نفس اللي كان بايرن بيعمله في السنين الاخيره. فبالتالي لا احنا بايرن مش الفريق اللي بقى مخيف قوي سواء في اوروبا او حتى في الدوري الالماني. تمام. توتنهام و ريد ستار لا تقريبا يعني توتنهام هو خلاص ما معروف ان هو الاقرب ان هو بس الماتش بره انجلترا بس توتنهام خلاص اللعيبه والمدرب عندهم الخبره الكافيه ان النتائج الاخيره ما تاثرش فيهم ولا حتى كان الدوري جدا يعني استفاق من مشاكله الاخيره بالفوز على ريد ستار، فهو بالتالي ما عندوش مشكله ان هو يكمل نفس الاستفاقه على حساب ريد ستار، خصوصا بعد المشاكل اللي حصلت في الدقائق الاخيره في ماتش ايفرتون واصابه جوميش وطرد سو. اتلانتا وسيتي سيتي طبعا يعني اتلانتا داخل بايع نفسه في دوري الابطال السنه دي. طيب لوكوموتيف ويوفنتوس الماتش في روسيا، واللوكوموتيف خلى يوفنتوس يعاني يعني في الماتش قبل كده في ايطاليا. ممكن نشوف برضو ان يوفنتوس هيعاني شويه بس انا اعتقد ان التعادل هيبقى مرضي قوي لمورسوسادي او على الاقل ممكن الفريق يفوز بكل سهوله. يعني الانديه الروسيه مالهاش امان. اتلتيكو وبار ليفركوزن لا برضو يعني اتلتيكو مدريد برضو فريق يقدر يكسب اي حد، بس مشكله اتلتيكو مدريد ان هو ممكن النهارده يتعادل وبكره يكسب 1-0 يعني ما عندوش الاساسيات ان هو لا يكسب 4 و5 لا الفريق دايما في يا تعادل يا 1-0 تعادل يا 1-0. تمام نقول حاجه ثانيه ولا خلاص كفايه كده نطلع معاهم؟ بس ان احنا صدعنا الناس ان احنا طالعين في وقت متاخر و يعني اعذرونا بقى عشان الوقت يعني ليالي الابطال الجميله يعني. شكرا ليكم وان شاء الله نلتقي بكره معاكم في حلقه جديده من لايف في الجول بعد نهايه ماتشات دوري ابطال الساعه 12. شكرا.